أما هلأ مشاهدينا رح نبدأ معكم أولى فقراتنا. التهاب مؤلم قد يؤثر على عصب واحد أو عدة أعصاب بالجسم، ويعد من الأمراض المسببة للانحلال مثل مرض سرطان الدم. عم نحكي طبعاً عن مرض التهاب الأعصاب. طبعاً مثل ما قلتي نور، مرض التهاب الأعصاب قد يعاني منه الكتار، أسبابه أعراضه وعلاجه وغيرها أيضاً من المعلومات رح نتعرف عليها نحن وياكم سوا ضمن فقرة التغذية لليوم مع اختصاصية التغذية الدكتورة ثواب الغبرة. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحك دكتورة. بداية خلينا نفهم مشاهدينا ونذكرهم ونعطيهم فكرة شو بنقصد نحن بمرض التهاب الأعصاب. هو اضطراب وظيفي بيصيب أي عضو، كل العضوات قابل للالتهاب مثله مثل أي عضو تاني. كمان العصب عم بيعمل وقت بيصير فيه له التهاب بيصير اضطراب وظيفي بخلل وظائفه. فالفكرة الأساسية اللي جايين نحكي عليها أنه التهاب الأعصاب هذا مرض منتشر لأي عضو ممكن يتعرض له جسم، لأنه عصب أي شيء عندك يا روحه. فنحن بنخاف عليه أنه إذا صار في اضطراب أو أي شيء معين يفقد الوظيفة الذي أدى إلى شو مثل ما بيقولوا أنه وظيفته وأموره، وحتى نحن بنقول غير أنه عمله حتى حياته أو طول عمر بقائه. فهذا اللي نحن بيخوفنا، إذا العصب صار عندي في أي خلل فصار في عندي قلة كفاءة بأي عضو بأي عمله بيعمله كمان. تمام. يمكن دكتورة غالبية الأشخاص بيستثنوا أو بيتناسوا أو حتى يمكن هن ما عندهم فكرة كافية بأنه نحن لازم دائما نبحث أو دائما ندور على الأسباب المتعلقة بالأعصاب. يعني يمكن دائما بنحاول إذا كنا عم نعاني بأوجاع معينة آخر شيء يمكن بنفكر فيه هو الأعصاب، يمكن كونها كثير دقيقة، كونها يمكن بتطلب تشخيص معين من قبل الدكاترة. خلينا نحكي شوي عن أهم الأسباب اللي هي ممكن فعلا تأثر على الأعصاب وممكن تسبب لنا بعض الأمراض. هلا الأهم سبب نحن بنقول عندي إياه إنه اختلاف منسوب سكر الدم، يعني ارتفاع سكر الدم أو انخفاضه بيضرب العصب تماما كيف تيار كهربائي بيجي على الجهاز كهربائي عالي وتيار منخفض، فهذا بيضرب أي توازن عندي إياه عصبي بالجسم. فالفكرة الأساسية نحن اللي جايين عندي إياه انتظام منسوب سكر الدم هو أول شيء بيحافظ على صحة العصب. لذلك بتلاقي مرضى السكري هن أكثر الناس بيتعرضوا لمشاكل التهاب واعتلال الأعصاب، خاصة الأعصاب الطرفية أو العصب السمعي أو العصب البصري. الفكرة اللي أنا بدي أحكي عليها غير أنه هيك في بعض السموم مثل مادة الرصاص، مادة بعض المواد الحافظة تلقي أعباء كلياتها على النهايات العصبية، فبيصير عندي ترسب أملاح عالية جدا بالنهايات وبتفقد النهايات عندي إياها تبادل أو النواقل الكيميائية اللي بتحول الناقل الكيميائي لإشارة عصبية يرجع للمركز العصبي يعطيه الفكرة الصحيحة للدماغ شو عم يصير بهذا العضو. فالفكرة نحن بدنا نقول إنه كمان بعض السموم بعض الالتهابات كمان عندك يا مثله مثل أي عضو بيعمل عندي إياها شيء اسمه خلل مناعي. كمان الأمراض المناعية الذاتية اللي نحن بنقول مثلا مثل أمراض التصلب اللويحي هي كلها بترافق عندك ياها التهابات واعتلال أعصاب وبيفقد العضو سيطرته عندي ياها على أو أداء وظيفته. فهي الفكرة الأساسية عصب الشيء روح الشيء، كل ما كنت عم تحافظ على عصبك كل ما كنت عم تحافظ على وظيفة الركبة على وظيفة القدم على وظيفة العين على وظيفة السن. أما إذا انسحب العصب أو صار في خلل أو ضعف تدريجي فيه فأنا بيفقد الوظيفة تبعه. الفكرة كمان اللي نحن بدنا نحكي عليها بدنا نجي نقدم حلول سريعة، في بعض العقاقير الطبية كمان بتفقد العصب وظائفه مثل مواد عندك ياها أدوية الكوليسترول أدوية الضغط، لأنه نحن بنعرف نحن المادة الكوليسترولية هي أهم غمد عندي ياها بغلف العصب. فبتلاقي عندي ياها كمان بعد ما صار في درجات متقدمة من التهاب العصب بيفقد المادة النخاعين والإشوان عندي ياها منطقة معينة من العصب، فبيصير عندي توازن السيالة العصبية غير صحيحة. فهي الأفكار هي كلياتها مرضانا بيعرفوها، لكن الفكرة الحلول ما عم نلاقي حلول عندي ياها ناجعة لهالأمر هذا، وخاصة العصب إذا تلف ما في عندي شيء بديل له. فالفكرة نحن هاي الأسلاك هاي اللي هي خاصة بمناطق عندي ياها أجسامنا المناطق اللي هي نحن كتير بنستخدمها حتى ما بنعرف شو فقه الرياضة للعصب، فنحن إن شاء الله بدنا نعمل سبوتات عليها وبإذن الله نلاقي الحل الشافي إن شاء الله يا رب. دكتورة خلينا نحكي شوي عن علاقة مرض التهاب الأعصاب بالأمراض الثانية، إن كان السكري إن كان ارتفاع الضغط. بالضبط هلا حكينا انه من احد الاسباب اختلاف السكر الدم عندي اياها او ادويه الضغط، ادويه الضغط بتعمل عندي انخفاض عالي بشاره البوتاسيوم، شاره البوتاسيوم من اهم الشوارد اللي بتعمل توازن السيالات العصبيه. الشيء الثاني نحن بنقول التهاب العصب دوما يرافقه انحلال عضلي او ضمور عضلي، هذا الضمور العضلي بالنسبه لي عندي اياه كثير مهم عندي اياه انه هذا بصير خلل بغير العضلات وهالامور هي، وقت بيضعف العضل فوق العصب والعصب بيضعف عندي
عندك اياها بشكل متجانس مع بعضهم البعض، فبتلاقي انه العضله ضمرت على المدى البعيد، فبتلاقي فرق عندك اياها بادائه الحركي، حتى بالتنميل والخدران، عدم قدرته على السيطره على حركه متزنه. هي الامور هي كلياتها حرقان عالي جدا، بتلاقي العضله حتى دابت من كتلتها. فنحن بنقول ادويه الضغط هي كلياتها بتاكل من الامور هي، حتى ادويه الكوليسترول. هلا الفكره اللي انا بدي اقول عليها، شو هو الاشياء المهمه عندي اياها حتى حافظ على كفاءه القوه العصبيه بجسم؟ هلا في اشياء من الطب الصيني نحن بنقول عندك اياها، انه نحن تغليف اطراف الاصابع بورق الالمنيوم او المنطقه المتالمه مثل الركبه مثل الكاحل مثل مثلا اسفل الظهر باوراق الالمنيوم، تعيد التيار الحيوي الذي ادى لسبب الالم. يعني في ناس بتتالم من اعصابها بشكل مبرح، يعني الام مبرحه، وبتتعاطى شيء كميات كبيره من المسكنات. المسكنات هي كمان تعمل تسمم للعصب على المدى البعيد، لأنه هي تطفي إشارة راجعة قوية جدا تنبه الجسم أنه هو لازم يكون عندك إياها، بده يدير باله على هالمنطقة هي. فكسر تناول العقاقير المسكنات وهالأمور هي تتلف العصب. لكن هلأ في هاي في حال أنا غلفت المنطقة المتألمة عندك إياها بأوراق الألمنيوم، عندي إياها تعيد الإشارات وتعيد عندي إياها سكون أو توازن السيالة العصبية على كل مجرى العصب. فهي الأمور هي عندي إياها كتير هامة، لازم ينتبه لأي إنسان عندي بيعاني من التهاب الأعصاب. النقطة الثانية الرياضة الصح، بحيث عندي إياها قوة مسك القبضات. نحن ما عنا رياضات لإيدينا بتقول إنه ليش الرجل عندي إياها متوازنة، هاي الرياضات اللي بيعملوها عنا بالنسبة لإلي مسك القبضات وفتحة. شيء ثاني أنا تمرير القدمين، خاصة اللي بفيه استيقظ صباحا وعنده ترسب أملاح عالي، ما بتتخيل قديش نسبة وقت بيكون في سرعة تصفر بالدم وفي نسبة أملاح عالية بالجسم، قديش تعمل عندي اياها منطقه مؤلمه، فرش مثل مسامير الكبس لمنطقه القدم. وقت بيكون واحد بمكتبه ما عنده قدره انه كثير يمشي، يحط رجله على الشبك من او اي انينه بسيطه يدرج رجليه عليها، كثير رائع. المشي على الرمل كثير رائع لتنشيط النهايات العصبيه. هذا كله علاج فيزيائي. لكن اذا فتنا بالشق الغذائي، الشق الغذائي نحن بالنسبه لان اهم مواد عندي اياها تفيد النهايات العصبيه هي ماده فيتامين بي 9 عندي اياها والفيتامين بي 12. هدول متوفرين عندي اياهم بمنطقه عندك اياها او باغذيه الحبوب الكامله وبالموز. كثير مهم للناس اللي عندها اعتلال اعصاب بالنسبه لنا انه تاخذ لو موزه يوم اي يوم لا. الفكره الثانيه الحبوب الكامله، خاصه ماده الشعير، هدول بيعملوا تنظيم لنواقل عصبيه مثل السيروتونين، حتى كمان بالمراكز العصبيه رائعين جدا. شيء ثاني زيت الزيتون، زيت الزيتون ماده رائعه لاي عصب صار في عندك خلل فيه وصار في تاكل بمنطقه غمد الجشوان او غمد خامين عندك يا الغمد الابيض، هذا اذا تاكل هذا ماده كوليسترولية رائعه. مين اللي بيتعرض له للتاكل؟ الناس اللي عندها مشاكل كوليسترول اساسا وبتتعاطى لادويه طويله عندي اياها، هي المواد هي اللي بتنزيم اصطناع الكوليسترول الجيد بجسم. الناس اللي عندها مشاكل التهاب بالعصب السمعي كثير مهم لها انها تغلي شوي من ماء البحر وتاخذه وحطه بقطار وتمزجه مع زيت زيتون وتقطر على العصب السمعي، بيعمل قوه للسمع وبيطرد عندي اياها التهابات العصب السمعي، كمان العصب السابع، والعصب السابع لا حلوله كله كورتيزونات، فلذلك حتى ما يصير له المراحل هي كلياتها. فنحن بنقول عصب الوجه كثير من اهم الاعصاب اللي ممكن تتعرض لاي مشاكل، خاصه بالاختلاف الحراري. تمام. طيب هون دكتوره، الاشخاص اللي هن تعرضوا لاصابه الاعصاب عندهم باي منطقه من الجسم مثل ما ذكرتي حضرتك، هي الوصفات الغذائيه او هي العلاجات الغذائيه هي تكون مفيده بعد الاصابه بالمرض، او نحن هي من تبعة كنوع من الوقاية لعدم الإصابة بأمراض الأعصاب؟ هلأ تناول موزة، معلقة زيت زيتون، عنا يا المشي، رياضة صباحية بسيطة، رياضات خفيفة عندي إياها قليلة الحجم كبيرة المفعول، هي جدا رائعة لأي شيء، لأنا حافظ على كفاءة الأعصاب كلها. حتى الشعر له عصب، يعني نحن بنقول عندك يا مادة عندي إياها تدليك الفروة، مادة السدر بتقوي، مادة عصير الجزر بتقوي عصب بصلة الشعر. إذا عصبه عندي يا الإنسان في عندي يا انحلال ما بيقدر يمسك شعرته. هاي الأمور غير إنها وقائية، تعد بتعمل تدريج لقوة العصب بأي عضو عنا يا. لكن الفكرة وقت بيصير خلل بده يصير مضاعف هالتركيز أعلى مع المتابعة الطبية، لأنه لا يكفي أي شيء. إذا كان عندي التهاب عصب من النوع الثالث عندي بالدرجة، وصار نحن في عنا كشف، هذا دكاترة الأعصاب بيعرفوا في عندي قوة للعصب عندي إياها، في
تموت للعصب يحطوكي قديش درجة حياته يعني هذا في حال أنه ما ينتشر أو ما يستمر، لأنه أنا إذا فقدت العصب فقدت العضو معه. فهن ما عم يعرفوا الأخوان المشاهدين أنه قديش مهم أنك ما تسكت على حالة أي التهاب عصب، يعني حتى العصب الشمي، يعني على المدى تقدم السن أي فيروس، هلا في كتير غريبات وفيروسات عم تلاقي عم تقضي على العصب الشمي، يعني مو شيء سهل. يعني كيف يفقد الإنسان حاسة الشم، حاسة السمع تضعف مثلا، حاسة البصر يقل البصر، الفكرة الركبة، الركبة بيكون عندك يا أي ضعف عندي ياها بالعصب بيسبب ضمور عضلات، فبتصير الأربطة المسافة الآمنة بتاكلها الغضروف، وقت بترخي العضلة عندي ياها مع رخي ارتخاء العصب فحيصير مشاكل جدا فظيعة بالركب. هاي الأمور هاي كلياتها إذا أنا ما انتبهت عليها من البداية أنت عم تخسر شيء لا يمكن كتير الرجوع معه يعني. فنحن هاي ننتبه فيها، رغم أنه رب العالمين مددنا بآلاف وملايين التمديدات والوصلات العصبية، لكن هذا مو يعني أني أنا اتهاون بهالمنطقة. ضعف عصب الحوض هذا كتير بيعاني منه النساء، خاصة وقت بيكون في سمنة بيؤدي إلى تلف عصب المثاني. يعني هذا عصب المثاني بتقول الست أنه أنا ما كنت مثل أول، كنت عندي أسعالة بسيطة مع صار الإنسان يمسك أموره، هي تعمل عندي مشاكل جدا بالحياة. يعني ما بيعرف الإنسان قيمة العضو إلا لما بيفقد قوة عصبه. فالفكرة هي كتير مهمة إنه أنا ما أتدرج إلى شيء إنه أنا أوصل لهالمراحل. تقوية أعصاب الظهر السفلية من أهم شيء لجسم الإنسان ليحافظ على قوامه وحيويته وشبابه. الشباب مو قديش أنا مواليدي، الشباب أنت قديش أنت حافظت على عضوك. يعني ياما بتلاقي ناس بأعمار الستين عندهم انتصاب بعمودهم الفقري أكثر بكتير من ناس عمرها 30 وبلش التحدب بظهرهم. فهي الأمور هي كلياتها كل على المدى البعيد على حركات بسيطة تتلف العصب، لأنه زوايا غلط، لأنه كمان للعامل العصبي كتير عامل الميكانيكي والفيزيائي، لأنه بيقعد بيطلع من أعصاب ويفوت على أدق الأعماق. يعني هالأمور هي كلياتها شوي شوي الإنسان انتبه عليها حافظ على حيويته وصحته. يعني هون دكتورة بس بيخطر ببالي سؤال، أنه لما أحد الأشخاص بيكون عم بيعاني من أوجاع معينة فهو من المفروض أنه يلجأ لفحص شامل؟ يعني يمكن هو بيتراود لذهنه أنه ممكن تكون المشكلة عظمية أو ممكن تكون إلى علاقة عصبية بمشاكل أخرى، ولكن المشكلة العصبية يعني يمكن دائما بتكون بتجي بآخر مرحلة. نحن المفروض علينا أنه نحن نعمل فحص شامل أو لا بالبداية نحن نلجأ لفحص الأعصاب ومن بعدها نروح وندور على المشاكل الأخرى؟ بالضبط. هلأ بيقولوا لك أنه نحن وين نتوجه، دكتور عظمية ولا دكتور عصبي؟ خاصة المشاكل الفيزيائية اللي بتتعرض لها الظهر أو مشاكل عندي إياها. الفكرة أنه لازم الاثنين يراح لهم، لأنه الاثنين بيتكافؤوا مع بعضهم البعض. الشيء اللي بيهمني أمره قلتني الفكرة الأعصاب مواد دقيقة جدا عندي إياها، بيهمني إنك أنت تعرف درجة تأذي العصب ما توصل لها المراحل هاي كلياتها. برجع لأقول الوقاية عندي إياها خير من العلاج. الشغلة اللي بيهمني كمان التغذية التنفسية للعصب، ما تنتبه على سكر الدم، هدول أشياء تتلف الأعصاب. في شيء مهم عندك يا بالأعصاب، تغليف العصب. يعني أنت في عندك مادة لازم تتناولها حتى لولية الخروف شوي بسيط، هيلية الخروف لو بالشهر مرة بتحافظ لك على جهاز عصبي صحي جدا عالي. هلأ الفكرة وين بدي روح أنا عند أي دكتور ولا عند أي شيء؟ نحن نفتقد لشيء اسمه توجه. كان في عندك برا تخصص طبيب الأسرة، يعني بيوجهك عندك يا وين أنت تروح بشكل دقيق، بيعرف نقطة الوجع، رغم أنه أنا بقول شيء كله متكامل مع بعضه البعض. يعني اليوم دكتور أخذنا فكرة موسعة عن أمراض الأعصاب اللي ممكن تصيب أي شخص فينا. الغذاء دائما هو خير علاج وخير وقاية لأي مرض ممكن أنه نحن نتعرض له. إن شاء الله رب نكون قدمنا فكرة وافية للمشاهدين. شكر وجودك معنا لليوم أخصائية التغذية الدكتورة تواب الغبرة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتورة. وقت منوضع جدول لأعمالنا اليومية من الضروري أنه نفرض مساحة خاصة للرياضة.